هلو هلو هلو، ازيك يا حلوه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. ترى اول فيديو في الاستوديو الجديد. الاستوديو مثلا خلص بنسبه 10%، فكان لازم ان انا اصور لان مش هينفع اغيب عليكم اكتر من كده. واللي متابعني كمان على الانستجرام عارف انه صوتي ميت، فلسه هذا اول يوم يبتدي يطلع لي صوت اخيرا، فكان كل حاجه ملخبطه. انا اسفه جدا على الغيبه الطويله دي، بس المهم اللي احنا هنا. واللي مش متابع الاخبار الاخيره، احنا بنجدد اوضه النوم واستوديو التصوير بتاعي، فلو حابين ان انا اخدكم معايا في كل تفاصيل الميك اوفر ده، مش تتابعوني على قناتي الثانيه يوسرز هوم. اوريدي هتلاقوا فيه فيديوهات كتير جدا نزلت للتجديدات اللي بتحصل. ولو حابين ان انا اخدكم معايا وانا بظبط بقى الاستوديو ده هنا على القناه ونحط الاكسسوارز مع بعض، وكمان لو حد فيكم عنده افكار حابب ان هو يشوفها في الاستوديو، يا ريت ان هو يكتب لي تحت في الكومنتس او تكتبوا لي في الدي ام على الانستجرام، لان فعلا افكاركم بتفرق معايا جدا. ومش هحرق عليكم، بس احب اقول لكم بكل فخر ان اللي احنا قاعدين فيه ده 10% من الاستوديو. لكم ان تتخيلوا اللي جاي هيبقى شكله عامل ازاي. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، لان انتم دايما بتقولوا لي يسرا انت غيرانه، وانتم فعلا عندكم حق، بس انتم فعلا وحشني جدا جدا. النهارده هنجرب مع بعض اقرب المنتجات الكوريه اللي لقيتها بالصدفه البحته وانا نازله اشتري كوفر جديد لموبايلي. ترى قمه التفاهه بس سوبر كيوت. لقيت المحل ده اسمه بيكاس، ويا رب اكون بقوله صح، ولكن المحل ده فيه كل الحاجات الكوريه اللي ليها لازمه واللي ملهاش لازمه اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. فانا كنت في الفرع بتاع مدينتي، واعتقد ليه فروع في حتت كتير ومش بس في مصر. يسرا انت مش انا جبت كميه حاجات، ولكن صراحه اكتر حاجه انا متحمسه لها وهي الشيء الغريب ده. هو الموضوع يبان مقزز، ولكن خليكم معايا. دي زي اداه لازاله شمع الودن، ولكن هي مش اداه، هي معلقه. هي ليتلي اسمها سكوب او سبون لازاله شمع الودن، ودي كان سعرها 45 جنيه 99 قرش، يعني 46 جنيه، بس ما بنقولش كده عشان الدرجه. اوه ده فيها مكان البطاريات، اوكي انا مش متخيله الوضع كده. بصوا يا جماعه، ومن هنا فيها زي زرار اهو، ومن هنا بقى فيها مكان لبطاريات. فتح ازاي ده اصلا؟ اوه ده هي اصلا اوريدي فيها البطاريات. اوكي بس هي ليه مش شغاله؟ مش حاسه ان في اي حاجه بتحصل. شغلتها. This is so weird. ده بيشتغل كده، بيعمل زي اضاءه. خليني اقفل الاضاءه اللي جنبي عشان تشوفوا، سوري على الضلمه دي، ولكن علشان تشوفوا معايا بتطلع الاضاءه دي في الراس من فوق السكوب، فتقدروا ان انتم تشوفوا جوه الودن كويس وتشوفوا كل حاجه. انا اسفه ان انا هعمل ده على الانترنت، ولكن This is interesting. احساسها مريب جدا جدا بقى، زي ما يكون في حد مدخل صبعه وبيلعب في ودنكم، لانها جايه عامله كده، فاهمين قصدي؟ ايوه. اوكي يا جماعه، والله العظيم انا منضفه ودني امبارح بعد الشاورما، والله العظيم منضفاها. اوكي انا فهمت ليه ده منتشر على التيك توك وبيقولوا عليه انه من افضل اجهزه تنظيف الودن، عشان بتشيل كل حاجه. انا بصراحه مش عايزه اوريكم عشان ما تقرفوش، ولكن في حاجه طلعت مع ان وداني كانت نظيفه. وهو فكرته باختصار انه علشان فكره السكوب دي بيدخل يشيل مش بيزق لجوه زي فكره الودانه، وان طبعا دي سستينبل اكتر بكتير على البيئه، علشان هي واحده بس بتجيبوها مره واحده وتعقموها كل استخدام، وبس كده مش محتاجين تجيبوا 100,000 جنيه ودانات. الصراحه حبيت جدا الشيء ده واديله 100 من 10. ياه بس مع احسن بكتير. اللي بعده نيجي بقى على الشيء اللي اكيد شفتوه في كل حته، وهو الاي ليد دروبس او الدبل هود اي. وده انا كنت جربته من زمان جدا، من حوالي تقريبا 3 سنين او 4 سنين بيزكلي، اول ما ابتديت اليوتيوب، وان هو فكرته ان هو بيعمل دبل اي. ولكن اثار فضولي المره دي وحبيت ان انا اجربه معاكم، وهو ان انا اكتشفت ان في منه اشكال مختلفه. فصراحه مش مكتوب ورا اي حاجه ليها علاقه بالاشكال وايه الفرق ولا اي حاجه، والراجل كان هناك ما قدرش ان هو يساعدني، وده سعره الواحده كانت 39 جنيه. فقررت ان انا اشتريهم واعمل بعض الابحاث لما رجعت، وفعلا طلع احساسي في محله، وان الاشكال دي تعمل وظائف مختلفه. حاسه بصوتي ده ان انا ممكن اروح اشتغل مذيعه في الراديو. فاكرين فيبي في فريندز لما كان سميلي كات سميلي كات؟ انا حاسه نفسي قوي كده ومش عايزه صوتي يرجع تاني، بحس ان في عمق في صوتي. الشكل الراوند ده او زي جاي زي القوس الواحد ده، ده مناسب اكتر كتير للعيون المدوره اللي هي تبع عينيا، فيها اوريدي الايليد ولكن مدوره. اما الشكل المسطح ده مش عارفه بينه ولا لا، هي دي اوريدي كانها برتقانه ومقسومه اربعه. الشكل ده لو اتحط اتنين منهم جنب بعض، يعني تاخد الستريب الواحده اللي هي نص دايره او هلاليه دي، ده مناسب اكتر للعيون المونو اللي هي زي بتاعه التشاينيز لو كده، ان هي ما
مفيش جفن خالص او الجفن بسيط جدا ففاهم تقدر ان هي تعمل جفن. والحاجه الثانيه انه لو اخذتوا ربع بس بقى وده اللي هنشوفه دلوقتي تقدروا ان انتوا تحطوه في يفتح الاوتر كورنر زي بتاعه انجلينا جولي لو تفهموا قصدي. فخلونا دلوقتي نجربهم لان كلمتك. اول واحده هنجرب اللي هي اصلا مخصصه لشكل عيني او العيون المدوره اللي هي دي. طبعا شادي هو كان جاي كمان معايا يجيب كفر للموبايل مش فاهم انا بعمل كان واقف كده هو ايه اللي انت بتجيبيه ده. اوكي يا جماعه ده في 100,000 واحده حرفيا. انا صح كنت مستغليه ان هم ب 40 جنيه ولكن ده يكفوكم انتم والشارع كله. بصوا بقى فكرتها ان احنا هناخد واحده من الستيكرز دي. يا جماعه هي اطرب كتير من اللي انا كنت جربتها زمان. اللي انا كنت جربتها زمان كانت زي البلاستيك دي زي الشريطه. ولما قريت عليهم ان كل ما بقت اطرى كل ما بقى منظرها سيملس او بقت بتختفي وبتبلند اكتر مع الجلد. دي جود كواليتي. نيجي بقى كده اتاكد ان الجفن مفيهوش حاجه. المفروض ان احنا نحطه دي اللي هي فوق الجفن ده ان انتم يعني ايه زي بتعملوا لها بوش بس كده من هنا. او ماي جاد يا جماعه لكني عملت عمليه حالا في عينيا. انا مش عارفه انتم شايفينه ولا لا. خلوني اقرب. بصوا الفرق ما بين العين دي والجفن ده سحر. وهل هي سيملس؟ الصراحه لو حد من بعيد عمره ما يشوفها يعني حاسه مستحيل ولا بعد 100 سنه ان حد يعرف ان انا حاطه حاجه في عيني. فعلا ان هي علشان زي البلاستر كده خفيفه خالص فقدر ان هي تبلند كويس. لكن من قريب مع كل الاضاءه دي اكيد باينه. حاسه ان هي تنفع لو حد عنده تصوير ايفن حتى لو حد عنده مناسبه ومن بعيد كده محدش هيقدر يعرف ان هو حاطط حاجه انها بيزيكلي مختفيه طول ما انا مفتحه عينيا. ففعلا اي لايك ات. خلونا بقى نجرب الشيب التاني على عيني نشوف صحه النظريه اللي هم قايلينها. دي برده جاي منها 100,000 واحده ولكن الثانيه كان الشيتس اكتر ولكن دي الواحده ذات نفسها باتنين. فاهمين قصدي؟ لو تفهموني دلوقتي هتفهموا قصدي. اوكي بصوا دي بقى بلاستيك اكتر فعلا. دي بصوا دي ناشفه اكتر بكتير من الثانيه. لا انا شلتها وهي عليها لزق من فوق. بعد ما تحطوها على عينيكم تشيلوا اللزق. بصوا شايفين بتتفصل ازاي؟ هو ده اللي بقول لكم عليه ان هي اتنين في واحد. انا هستخدم نص بس عشان اوريدي العين الثانيه عليها ثانيه عشان نعرف نقارن. بعد كده هقوم حاطاها هنا. اي جس هو ده المكان الصح. وبعد كده هشيل بقى اللزق. يا جماعه دي انشف بكتير جدا من الثانيه. هي دي حرفين كانها بلاستيك. الثانيه كانها سوليتاب مش باينه اصلا. مش عارفه اشيل الابيض اللي فوق وهي على عيني فخلوني هشيله الاول وبعد كده الزقها. اوه اوكي انتوا عارفين دي طلعت بتلزق من ناحيتين مش زي الثانيه. الثانيه بتلزق من ناحيه واحده بس. فدي فعلا عشان كده اوكي مناسبه اكتر للناس اللي هي مونو ليد او الهودد اي بتاعتها قويه علشان هتلزق الجلد من فوق ومن تحت. فهمت التكنيك. بعد كده لزقتها وبتيجوا بقى بالعصايه دي وتزقوا لجوه. ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسه ان انا لزقتها تحت شويه لانها لزقت بالعكس خلتني مونو ليد اكتر. فخلوني ارفعها لفوق شويه عشان ترفع الجفن بتاعي. بتصوب بقى ان هي تشتغل. يا جماعه هي دي حرفيا مش ماشيه خالص مع شكل عيني زي ما شايفين وعامله فيها زي ما كسره من هنا كده او تعويره لانها بتلزق من فوق ومن تحت. ففهمت فعلا ليه دي بتمشي مع اكتر المونو ليد او الناس اللي ما عندهمش الجفن اوريدي باين ودي اوريدي مع الناس اللي عندهم كسره بتوسعها. اي لايك ات. بعد ما خلصنا الشيء ده حابه اني اجرب عليها شكل لو حطيت اي شادو هل هتفضل باينه تحت الاي شادو ولا هتخفي؟ بصوا انا المشكله ان انا عندي اويلي ليد في من هي بتاعت بوك شويه. دي اللي انا لسه حطاها شفافه تماما. يا جماعه انا اسفه الاضاءه اللي عماله تتغير ولكن الاستوديو لسه جديد فلسه مش عارفه اماكن الاضاءه المفروض تتحط فين وتيجي منين الكلام ده كله. فرايكم هيحل المشكله دي بعد الفيديو ده. بس خلوني اوريكم شكل الاي شادو. اعتقد كده افضل. نوت باد. ننقل بقى المنتج اللي جاي للصراحه سعره انا حاسه ان هو اوفر برايس مقارنه ببقيه الاسعار. يعني السبونج بتاعت ايد القطه دي لتوزيع الفاونديشن والباودر. فصراحه حسيت ان هي فيري كيوت اكتر ما هي ممكن تكون عمليه. هي سوبر سوبر كيوت. دي كان سعرها 60 جنيه. دي ما كنتش متخيلها كده خالص. بصوا ده كده شكلها من هنا وده زي سبونج لانها بصراحه ناعمه جدا. جرب نحط الفاونديشن بتاعنا. بجد مش فاهمه ايه المغزى من ان الواحد يعمل حاجه بالمنظر ده غير ان هي شكلها كيوت. ممكن تكون اسوء حاجه فكرت اوزع بيها الفاونديشن على وشي. حاسه اني لو جبت الشراب بتاعي قررت استخدمه بيوتي بلندر يوزع الفاونديشن بتاعي احسن من كده. او ماي جاد بجد القرف ده. شربت الفاونديشن كله حرفيا وليها ريحه شويه ريحه لاتكس قويه قوي. الزباله ايه ده حرفيا واحد من اسوء المنتجات اللي انا جربتها في حياتي. فاعتقد ان انا هديهم لفرح انها تلعب بيها دي. هبقى ليها ما اتوسختش دي بالبوكس بتاعها تبقى لعبه. ننقل دلوقتي على الستنسل بتاعه الحواجب علشان نعمل شكل حواجبنا. دي كان سعرها 60 جنيه ودي من اتود هاوس. البراند دي انا بعشقها في المنتجات الكوريه عشان كده الصراحه دي الحاجه اللي حمستني ان انا اخدها اجربها. حسيت ان ممكن يكون فيها فكره مختلفه او تكون الكواليتي بتاعتها حلوه لانه التنت بتاعهم خطير. فهو بيجي فيها 3 شيبس كده. اعتقد ان انا اقرب واحد لحواجبي هو ده رقم واحد اللي هو فيه ار شويه. اوكي انا كنت فاكره ان هي بتلزق ولكن هي مش بتلزق خالص ولكن الماتيريال بتاعتها السيليكون كده قريبه من ماتيريال الجلد مش بلاستيك لو تفهموا قصدي. هي حاسه ان شكله قريب من حلبي قوي. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد الاي شادو ونلزق دي هنا. اي جاس كده شكلها مظبوط كده شكلها هيطلع شرير ولكن لسه
معايا. انا مش حاسه ان انا عايزه اشيل اللزقه دي صدقوني. وات اوكي يا جماعه بصوا هي مش احسن حاجه ارسم بيها حواجبي، ولكن هي ديفينتلي لو حد حواجبه خفيفه جدا وما بيعرفش يرسم حواجبه وبيعايز ينجز ما عندوش اصلا شعر للحاجب، فاهمين قصدي؟ دي ممكن تكون واحده من احسن الستانسلز. وبعد كده كل اللي هعمله ان انا هنضفها كويس وهقلبها بقى العكس هي نفسها، فاهمين؟ فبجد يعني حاسه ان هي مش واخده مساحه خالص شنطه الميك اب، وهي واحده بس للاثنين، اختاروا بس انهي شيب مناسب ليكوا وتادا وصاوا كده بالاي شادو. واو انا كنت جربت قبل كده الستانسلز، كنت بتاع من جوميا باين بلاستيك قوي وبجد ما كانتش بتاخد دي ليتيرالي كانها بتلزق، فاهمين؟ اي لايك ات في الاوقات الزنقه. نيجي بقى لواحده من اكتر البرودكتس اللي انا متحمسه لها في الفيديو ده حرفيا، وهي الشيء ده، وده كان سعره 44 جنيه 99. هم عندهم مشكله في القرش ده ان هم ياخدوه. دي لو تعرفوا اللي هي الفيس شيتس تقريبا، انا مش عارفه اسمها ايه، اللي بتمتص الزيوت زياده وتحافظ على المكياج بتاعكو. وفينتي بيوتي او اللي هي البراند بتاعت ريانا كانوا منزلينها، كانت غاليه قوي الصراحه لما شفتها، فاتحمست صح لما لقيتها عندهم، انه هي نفس الديزاين ديت اللي بتاع فينتي بيوتي اللي هو الرول ده، بس عارف بس افتحها من ايه. يا جماعه ده شكلها، انا صح كنت جربت من الشيتس دي زمان من فتره طويله، اللي هم بيكونوا في علبه كرتون كده، ما كانتش عمليه ابدا، كانت العلبه بتتبل وبتتقطع والشيتس بتروح في كل حته. فكره الرولز دي بجد ضايعه، علشان بتثبت حافظ على كل حاجه. بصوا ده كده لا من هنا وفتحوها كده، ومن هنا جاي فيها زي شرشره كده او مش عارفه بيقولوا عليها ايه، هي دي لو شايفين كده، وقافلينها العلم بقى في حته تانية. هي ليتيرالي شبه ورق الزبده، ولكن خلونا نجرب. هي حرفيا بشيل، بصوا هنا على كميه الاويلز اللي عندي. واو يا جماعه هي حرفيا بتمتص كل حاجه، يعني من غير ما تحرك تنتوفه في الميك اب بتاعكم، لانه بصوا يعني انا كده على وشي فاونديشن مفيش فيها اي لون، شايفين؟ اديلها 100 من 100 وصراحه تستاهل ال 50 جنيه اللي دفعتها فيها، واوفر بكتير جدا من بتاعه فينتي بيوتي، وعليها جليتر كده بيركي. الله ماشي مع المانيكير بتاعي، وتقدروا من هنا انتوا بتعلقوه في شنطه الميك اب بتاعتكم او حاجه فتبقى على طول معاكم. المنتج اللي جاي ده بقى الصراحه اول ما شفته حسيت ان انا مشاعري متلخبطه، وكان سعره 30 جنيه وهو الشيء ده، ودي من براند اسمها جيلاتو فاكتوري، ودي براند تقريبا مشهوره في المنتجات الكوريه، واعتقد اللي انا فهمته لما دورت اونلاين مش عارفه الفيلم بتاعي صح ولا غلط، ان الشيب ده او الديزاين ده من الاظافر تبع كوليكشن لبي تي اس. فخلونا نشوف. هي دي المفروض ان هي زي شيتس، ولكن بتدي الافكت بتاع الجيل بولش على ضوافركم، فبجد انا مش متخيله هي دي هتشتغل ازاي، ولكن خلونا نجرب. المفروض ان هي تديني ديزاين شكله عامل كده. فصراحه بما اني زهقت من اللون اللي انا حطاه، فقلت اغير فيه شويه بالضوافر دي لحد ما اروح ان انا اغيره، علشان كده جبت اللون اللي هو كله جليتر. اوكي انا ممكن ان انا احط على انهي صوره، ممكن احط على ده، هنشوف واحد مقاسه. يس اعتقد ده هيكون بيرفكت. يا جماعه هو حرفيا عارفين ماتيريال الشي كرتون، هو حرفيا نفس الماتيريال. بصوا ده كده شكله زي ستيكر وتخين شويه، فهاجي هنا كده وهقوم لازقاه فوق الضوء قوي قوي بقى كده، وبعد كده هضغط عليه جامد. هو مكتوب ليترلي عليه ريفيوز حلوه كتير لما دور، وقايلين انه بيدي افكت الجيل بولش وبيقعد كذا يوم. بعد كده بعد ما انا لزقته كده، انا مجمعاه كله ورا، جاي معاه زي مبرد كده صغير هنبرد علشان الورق يتفتح من على الطار كده من هنا. حاسه ان هو مغلس معايا قوي عشان انا الشيب بتاع ضوافري راوند، ولكن ظبط. بس مش عارفه هيقدر صح ان هو يستحمل كتير ولا لا، انا حبيت جدا. بصوا الماتيريال بتاعته جنب الجيل بولش، صراحه مش حاسه رق خالص، الماتيريال فعلا حلوه. اي لايك. خلوني اجرب واحده من اللي هم الذهبي دول، شكلهم حلو قوي. ايه الحلاوه دي؟ بصوا ده هي تقريبا نفس بالظبط الماتيريال بتاعت الجيل بولش اللي انا حاطاه، بس دي لونها ذهبي. اوكي انا مبسوطه بالايديا دي، تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا لما اخلص تغيير الديزاين، لان صح ما افتكرش ان انا اقدر اروح اعمل ضوافري قبل يومين كمان او حاجه، عشان فرح تعبانه وانا قاعده معايا وانا صوتي اوريدي تعبان. فدي طريقه حلوه جدا ان الواحد يغير من غير ما يكون زهقان، وايفن حتى ممكن على الضوافر العاديه تعملوها مش لازم على الجيل. فبصراحه حبيت، وب 30 جنيه تحفه. نيجي بقى لاخر منتج شرياه الصراحه، يعني هو مش منتج غريب على قد ما انا محتاجاه، وهي سبونج لتنظيف الوش، ودي كانت ب 34 جنيه 99 قرش، وهي جايه ده شكلها. الصراحه انا جربت قبل كده السبونج الكوري، من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدموها في الكلينزنج بتاع بشرتك. اول مره ان انا هجرب النوع ده، فزويرد الصراحه، ملمسها مرطب مع انها محفوظه كويس جدا، ملهاش ريحه قوي وطريه قوي قوي قوي، البنفسجي اللي فيها ده محبب. فخلوني
مني كده هبلها لان حاسه ان هي غالبا هتعمل حاجه لما تتبل. غريبه الصراحه بس بجد بصوا جربوا الاسبونجز الكوريه لتنظيف الوش وادعوا لي بعدين. يا جماعه انا كده بلتها هي بقت قطره شويه ولكن بجد دي وشيل الميك اب على طول حطوا عليها كلينزر وامسحوا وشكم. حبيت ان انا الاسبونج بتاعتي الثانيه كنت بستخدمها اللي هي كونجاك سبونج دي برده كوري هسيب لكم هنا صورتها بجد من احسن حاجات ممكن تستخدموها لبشرتكم بس كانت خلاص عدى عليها تقريبا شهرين فكان لازم ان انا اغيرها فقلت ان انا استخدمها. بصوا ده وبس كده حلوين ده يكون كل حاجه الفيديو النهارده. لو حبيتوا التجارب الكوريه اللي جت على غفله دي والفيديو اصلا ما كانش متخطط ان هو يتصور بس فعلا وحشتوني انا فعلا النهارده صاحيه اللي هو محتاجه ان انا اقعد معاكم شويه ونجرب حبه حاجات من الحاجات اللي احنا متعودين هنجربها. فهستناكم بقى في قناه يوسرز هوم عشان تشوفوا الميك اوفرز كلها اللي بتحصل وتعرفوا الفتره اللي كنت مختفيه فيها دي كنا بنعمل ايه. شوفوا تجديدات جديده بجد 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 متحمسه جدا ان اشارك معاكم اوضه النوم الجديده. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده يلا 15000 لايك بالكم كتير صح ما دلعتونيش في اللايكات فيلا لايك للفيديو ده. كومنت تحت ايه المنتجات الجديده حابين ان انا اجربها وايه الايدياز الجديده اللي حابين تشوفوها اوضه تصوير او استوديو تصوير جديد. لحد فيديو جاي توحشوني جدا شكرا جدا جدا ليكم انكم هنا صوتي راح فين. يلا بينا بسرعه على نايل اف ام مفيش حد يشوفني.